هلأ أنا دائماً وقت اللي بيسألوا العالم هاي الأسئلة أول جواب على راس لسانهم المرأة نصف المجتمع. أنا بصراحة بلاقي هذا الموضوع لا خطأ، أنا بلاقيها كل المجتمع وهي مكملة لكل المجتمع. بتحداك تسأل رجل في هذا الكوكب هل تستطيع العيش والاستمرارية في هذه الحياة من دون امرأة؟ حيقول لك لا. فوقت اللي بدنا نجيب سيرة المرأة عم نحكي عن أم، عم نحكي عن أخت، عم نحكي عن ابني، عم نحكي عن زوجي، عم نحكي عن نساء قادرات إنه ما بس يشيلوا بيوت وأعمال، قادرات إنه يشيلوا دول. والله أنا المرأة السورية يا ابني كتير فريدة من نوعها، فريدة، ما في مرأة مثل المرأة السورية بتضحيتها بعمل الدؤوب، بعمل داخل بيتها وخارج بيتها. كنسبة مئوية من واقع أنا احتكاكي مع المنظمات ومع النساء بشكل عام 70% ل80% عم تاخذ حقوقها الاجتماعية، بس هناك الحقوق السياسية إنه هي تمثل دورها بمؤتمرات أو بحوارات أو بلقاءات سياسية عم بيكون كتير ضئيل. السلبيات أنا بحكي مثلاً عن حالي كمهندسة ميكانيك، ما عم بلاقي مثلاً فرصة تعمل بنفس مجال الاختصاص، فأنا دائماً عمال بروح لمجالات تانية حتى أنا أقدر أشتغل أو أمن حياتي بشكل أكتر. محرر بالذات يغضي، بس مو كل حقوقها يعني بشكل كامل. مرأة هون إحنا عنا مناضلة صبورة تتحمل، بتلاقي متوفي زوجها مثلا بالطيارة أو بهالشهيد، بتلاقيها واقفة بجنب أولادها. هلا نحن بالبداية بمناسبة سؤالك إلي عن يوم المرأة العالمي، أنا خليني أقول لك إنه ليش العالم بالعادة ما بتسأل عن ما هي أهمية الرجل في المجتمع؟ ومن هذا السؤال بنستشف انه المرأة دائما عم تصارع لحتى تثبت هويتها الطبيعية بالمجتمع، على الرغم من انه المرأة قادرة انها تقوم بنفس عمل الرجل فردا، وهذا الشيء ذكر بالقرآن الكريم لما كانت ام قادرة انها تنجب طفل وتربيه وتعيش من دون اب. وبالإضافة انه لما اي مرأة او اي مجتمع نسائي بيطالب بحرية المرأة او اعطاها حقوقها الطبيعية لا اكثر او طبيعي حقها كإنسان، بياخذوا هذا الموضوع بالناحيه السلبيه او انها بدها تتحرر بطريقه غلط. معلش بدي اوضح نقطه مشان اللي اطلقوا علينا فيها مصطلح الذكوريه والنسويه وهي القصص وبلشوا بقى فيها على انه نحن نظلم المراه، ما بنعطيها حقها، ما بنخليها تكفي جامعتها بحقها او حتى انها تشتغل الشغل اللي بدها اياه. انا اللي بعرفه على حسب ما قريت بديننا وتاريخنا انه من اكثر الاديان اللي عظمت المراه واعطتها مكانتها. احنا مع الاسف المجتمع يلي عم بياثر اكثر على هذا الموضوع، وقت اللي عم بيكون المجتمع كله لي بنفس النظره انه نحن هي الامور ما لازم نعطيها للمراه او ما لازم نخلي المراه تتصرف فيها براحتها، عم يوجهونا انه دينكم هو اللي عم يامركم بهذا الموضوع، ولكن ابدا ديننا ما هو ابدا هيك. ديننا عظم المراه واكثر دين عطى المراه مكانتها، خصوصيتها وحريتها.